والله يجب أن دائما يجب أن نعلم المواطنين بأن 111 حالة هي حالة 111 حالة مؤكدة عن طريق تحليل PCR. هناك العديد من الحالات، العشرات من الحالات يوميا للمرضى ما يتنقلوش للمستشفى ولا حتى يديروا تحليل يعني سريع أو تيست أنتيجينيك التي لا تحسب في الحصيلة اليومية. فيما يخص الأعراض، أنا أصبت يعني بالكورونا الأسبوع الماضي، هي نفسها نفس الأعراض، ولكن ما نشوفوه يعني في الواقع هو عودة نقص الشم ونقص الذوق، التي يعني هذه الأعراضين ما شفناهمش في الموجة الرابعة. تشبه الأعراض، تشبه ما شفناها مع متحور دلتا، ولكن هي نفس الأعراض، يعني ألم في الرأس، ألم في الجسم، هناك حمى، هناك سيلان في الأنف، يعني نفس الأعراض اللي شفوها في الإنفلونزا. يعني مهم جدا باش يعرف المواطن بأنه لا توجد إنفلونزا في الصيف.